الطبيعيه انفاس تيفي. رجعنا لكم في لقاء جديد، وهذه المره غنجمعنا اللقاء بتاجر الذهب اللي غيحدثوه على مدى تاثرهم بازمه كورونا وشنو احوال سوق الذهب هاد الايام. ومعنا اليوم سي عبد الملك تاجر ديال الذهب اللي غيحدثنا على احوال ديال سوق الذهب هاد الايام ومدى تاثرهم بكورونا. السلام عليكم سي عبد الملك. والله اختي سي عبد الملك، في الازمه ديال كورونا كاع التجار تاثروا، فشنو مدى تاثركم نتوما؟ اختي التاثر كان مبين بزاف في سوق الذهب، لان تنبيع حاجه ثانويه، يعني تتكون حتى تيكون الاعراس الافراح، بنادم تيكون خدام صالي دايز ليه مزيان وشي باش يدوز، يعني كماليات تيدوز عند الذهبي. بالتالي انا كانت حد الركود تقريبا ما نقدر نقولوا حتى 80% او 90% كانت ديال الركود، يعني كانت ناقصه، وخاصه هادشي زاد اثر عليكم خاصه ملي وقفوا الحفلات. اييه زعما كي من تنقول لك بحال هكا، يعني 80% حشمي الحفلات، يعني من تنقول لك حفلات يعني تيكونوا عراسات، تيكونوا تيخرجوا لي زونسومبل، تيخرجوا ماشي غير لي مارياج، تيتبعوا بزاف الحوايج، حتى هذيك اللي معوضه حتى هي تتبغي تشري الذهب باش تحضر حتى هي في العرس، يعني ملي ما تيكونش ناس تتكون قضيه ناسه ما تتوقف كاع. استاذ عبد الملك، بغينا نعرفوا واش نتوما كتصنعوا هاد المجوهرات، ولا نتوما كتشريوا الماده، يعني كتشريوها واجده، ولا كتشريوا الماده الخام وكنتوما كتقوموا بالتصنيع ديالها؟ لا، حنا دابا تنشريو من عند شركات، ما كاين شركات كبار لا داعي لذكر اسمهم، هما اللي تنشريو من عندهم وحنا تنبيعوا، فهمتي هادشي اللي كاين. وكتشريو بزاف ديال الانواع ولا خاص حتى يطلب منكم يعني الناس؟ لا ضروري يكون عندك لي زارتيكل بزاف، خاص اوبليجي يعني بنادم يجي يعزل. والمشكله اللي كاين اخر هو بان ارتفاع ديال الذهب يعني تيجعلك بانك انت باغي تجيب بزاف لي زارتيكل وما تقدرش تقدر تجيب، لان يعني الثمن طلع. واش حتى الا بغيتي تجيب لارتيكل الثمن كان بحال الا كان ب 10000 درهم تتولي تطلب فيه حتى 13000 درهم، لان تزاد الذهب يعني في هذا العام في هذه الكورونا هذه تزاد تقريبا واحد 80 حتى 90 درهم اللي تزاد في الغرام، اللي تزادت حتى دابا وصل للغرام ما مخدومش، يعني خام تيدير دابا 417 درهم. والبيع؟ البيع كل حاجه وثمنها، كاين السلعه ديال 500 درهم، كاين السلعه ديال 550 درهم، كاين السلعه ديال 600 درهم. شنو اللي كيخلق هذا الاختلاف في الاثمنه؟ على حسب الخدمه، كاين الخدمه اللي سهله بحال الدبليج وهادشي تتكون وكاين الخدمه اللي تتكون متقونه، يعني تتكون بالحجر بالفينيسيون مزيان، هذيك يعني تتكون السلعه يعني فيها الخدمه بزاف، يعني تتكون الثمن ديالها طالعه. وشنو اكثر المجوهرات اللي عليها طالب؟ اكثر المجوهرات اللي عليها طالب دابا شي حاجه خفيفه، سلسله تعليقه خاتم خفيف، يعني هادشي اللي دابا اللي عندنا السبب ديالو هو ارتفاع الذهب، يعني وليتي تبيع شي حاجه ديال 1500 درهم 2000 درهم 1200 درهم، هادشي اللي تتلعب في بحالك مولي، اما شي حاجه اللي كانت كثير تخرج ديما ديال 8000 7000 مابقاش تخرج، هذه قليل. وهاد الارتفاع ديال السعر ديال الذهب شنو يعني السبب وراه؟ واش الازمه الاقتصاديه ولا شنو السبب بالضبط؟ هو البنات الامن ديال اجى الاعمال كامل ديال في العالم كامل هو اللي تيجعلوا بان ملي تتكون كريز في الاقتصاد العالمي ترتفع الذهب، يعني ترتفع يعني ترتفع مونديال، هو عمله عالميه يعني ترتفع لانه هو ليه طلب، يعني ملي ترتفع انت حنا نرفعوا اثمنه ناخذوا بثمن زيد تبيع بثمن زيد. وهذا الشيء كيتفهموه الناس ولا كتلقاو معاه بعض المرات صعوبات؟ تلقى صعوبات، متي تجي السيده مراه تتبغي تشري تقول لها الثمن غالي، تترجع تشد فلوسها تتخليها تقول نتخلي نتسنى حتى يرخص، وهي ما عارفاش بان يقدر ما يرخصش يقدر يزيد في الطلوع، يعني هنا ترجع عقود في التجاره ما تكونش تجاره. واخر سؤال السي عبد الملك، بغينا نعرفوا شحال هذه كانت الامهات ديالنا والجدات ديالنا كيشريو الذهب كاستثمار، ما واش باقى هذه القضيه ولا ما بقاتش؟ هذه كاينه في حد النوع من الذهب،
نوع من حد بحال الدبالج، يعني ما تيكونش فيهم المصنعيه، ما تيكونش فيهم الخدمه، هادو تيكون فيهم يعني يخزنوا فيهم الذهب. تشري دابا عندك مثلا حد السيده بشات من بعت لي انا دابا شي دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين بعت لي حد ذهب شريته من عند بنيت شي دبالاج وشريته من عندها الاسبوع هذه بحات فيه. شكرا السي عبد المالك وعلى هذا الوقت اللي عطيتينا وعلى هذه السعه ديال الصدر ديالك. وهكا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم مشاهدينا، على امل لقائكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.